ما زالت حتى اللحظة الجهود تبذل من قبل الأجهزة التنفيذية من أجل احتواء تداعيات موجة الطقس السيء التي ضربت مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح على مدار الساعات الماضية. عادت الشمس مجدداً لتشرق بعد ساعة من اختفائها، وما زالت الأجهزة التنفيذية تعمل على إزالة كميات كبيرة من الأمطار التي سقطت في هذه المنطقة، التي تعد واحدة من ضمن عدة مناطق تعرضت لأزمات كبيرة بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الأمطار، حيث توجد في طريق مخرات السيول. هذه المنطقة هي منطقة الكيلو 4، واستقبلت ما يقرب من 250 ألف متر مكعب من المياه. ولولا وجود إحدى السدود الذي قامت الدولة المصرية ببنائه خلال الأعوام الماضية، ربما كانت الأزمة أكبر من ذلك بكثير. فما تعرضت له هذه المنطقة يقدر فقط بما يقرب من 75 ألف، بينما استطاع السد أن يحجز 175 ألف متر مكعب من المياه، وبالتالي بدت الصورة على هذا النحو. هذه المنطقة هي واحدة من ضمن مناطق تكتظ بعدد السكان في مدينة مرسى مطروح، وبالتالي بات السكان محاصرون داخل منازلهم، لا يستطيعون أن يخرجوا من منازلهم ولا يستطيعون أن يتحركوا بحرية جراء انتشار وتراكم كميات الأمطار. وبالتالي تعمل الأجهزة التنفيذية على إزالة كميات الأمطار منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، ويبدو أن العمليات ستستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وربما قد تستمر حتى يوم الغد، وخصوصا مع توقعات من هيئة الأرصاد المصرية باستمرار الأمطار حتى وإن قلت حدتها بعض الشيء. هناك أيضا على مستوى وزارة التضامن الاجتماعي، فقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الهلال الأحمر المنتشرة في أنحاء المدينة بأن تقوم بتقديم الدعم اللازم والإغاثات اللازمة للمتضررين من هذه الكارثة. وأيضا هناك توجيهات من قبل محافظة مطروح بأن يكون هناك سواتر ترابية للسدود الموجودة في هذه المنطقة جراء وجود خشية وتخوف من قبل البعض من الأهالي من أن تنهار هذه السدود نتيجة كميات المياه التي تحتجزها خلفها. وبالتالي تعمل الأجهزة التنفيذية على احتواء تداعيات الأمر على كافة الأصعدة. أيضا هناك العديد من الجهود التي يبذلها الأهالي في ظل وجود تنبيهات وتحذيرات للمواطنين المتواجدة بيوتهم في مخرات السيول بأن يتجهوا إلى مناطق أخرى أكثر أمنا حتى لا تتعرض حياتهم لمخاطر. وبالتالي كانت هناك سيارات إغاثة، سيارات دفع رباعي تستطيع السير في المياه بشكل سهل، واستطاعت أن تخرج العديد من المواطنين من المناطق المتضررة بصورة كبيرة. على كل حال الجهود ما زالت تبذل حتى هذه اللحظة، وهناك بعض الدعم المالي أو حتى دعم على كافة الأصعدة الذي قدم من الوزارات المختلفة من أجل إنهاء هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك أحمد مصطفى مراسل غد، كنت معنا من مدينة مرسى مطروح المصرية.